على الهاتف دكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. يعني ماذا يعني ذلك؟ لو نشرح للناس ماذا يعني خطاب بوتين النهاردة؟ طبعا خطاب بوتين هو بيترجم التعبئة اللي قام بيها في الفترة الأخيرة، وكان واضح أنه هو بيستخدم سياسة الردع، ولكن يعني قراره النهاردة بضم الجمهوريتين اللي هم الأغلبية الروسية، وهم عمليا كانوا تحت يعني يعتبر شبه السيادة الروسية في موسكو، لأن موسكو أخرجت جوازات سفر دبلوماسية للأغلبية الروسية الموجودة طبعا في الجمهوريتين دول. ولكن قرار بوتين هو يعتبر كده وصلنا إلى مرحلة يعني كسر الإرادة بالنسبة لبوتين للوصول لأقصى ما يمكن أن يصل إليه. كان الحديث عن غزو أوكرانيا، أصبح الآن بوتين أمام موقف واضح جدا من الناتو، طلب منهم إن هم يدولوا طبعا تأكيد بأن هي أوكرانيا مش هتنضم للناتو، الموضوع سيؤجل للحفاظ على يعني أوكرانيا كشعب وعدم دخول الدولة الأوكرانية في حرب مواجهة مع روسيا. ولكن روسيا كانت لا يمكن أن تأخذ قرارات أبعد من غزو طبعا أنها تغزو أوكرانيا، وبالتالي يعني هذا الموقف سيعكس عقوبات اقتصادية كبيرة، وهو ده الفخ الذي رسبته الإدارة الأمريكية وحلف الأطلنطي لكسر إدارة روسيا، خوفا من أن روسيا والصين يتحدان في المستقبل ويمثلون تهديدا للنيتو وللهيمنة الأمريكية. نتوقع أن الموضوع سيكون فيه تصعيدا كبيرا من حلف الأطلنطي، من الولايات المتحدة الأمريكية، من الجماعة الأوروبية، لتوقيع عقوبات كبيرة جدا على روسيا. طيب، وخلق روسيا اقتصادية. يعني التصعيد، إذن التصعيد في اتجاه العقوبات، عقوبات ضد روسيا. تصعيد في اتجاه عقوبات، وعقوبات اقتصادية ستكون مؤلمة لخلق الاقتصاد الروسي وعمل ضغط كبير جدا على روسيا. وأنا أفتكر أن هذا القرار من بوتين يضع موسكو وبوتين في موقف صعب، يهدد الأمن الأوروبي، ولكن حفظا لماء الوجه والكرامة الروسية وكرامة بوتين في أنه عبأ القوات ولم يفعل شيئا، فكان هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه. وأنا في ظني أن هذا ليس مكسبا كبيرا ما قد حققه بوتين في مواجهة قوة ضخمة كبيرة هي حلف الأطلنطي، وتحدي قوة اقتصادية كبيرة كأوروبا وأمريكا التي تملك قوة ضغط كبير على خنق الاقتصاد الروسي. ولكن روسيا تملك إمدادات مهمة للغاز والطاقة إلى أوروبا. ماذا روسيا تستطيع أن توقف هذه الإمدادات؟ يعني هي تستطيع أيضا أن ترد بخنق آخر للاقتصاد الأوروبي. ماذا سيحدث في ذلك؟ دي نقطة مهمة للغاية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفاء لها مثل السعودية وقطر يمكن أن توفر الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وممكن أن تجد إمدادات بديلة، بحيث أن روسيا لا تملك ورقة ضغطة على قرار. بس أنت بتتكلم بسعر تاني، لأنه أي حاجة جاية، إحنا بنتكلم جغرافيا يعني كده، أنه إمدادات الطاقة اللي جاية بالبايبلاينز أو بالأنابيب من روسيا لأوروبا، دي بنتكلم فأكيد سعر مختلف عن إمدادات طاقة هتيجي بقى بالشحن والغاز المسال ويجي بيلف، يعني ده برضو له مختلف في السعر. كلام حضرتك دقيق للغاية، ولكن أحيانا في لبعض تحقيق الأهداف السياسية يمكن أن يكون هناك يعني تكلفة اقتصادية، ولكن الاقتصاديات الأوروبية تستطيع أن تتحمل ارتفاع أسعار الطاقة لو أتت من أماكن جغرافية بعيدة عن روسيا. ولكن يعني الكرامة الأوروبية أو كرامة الأطلنطي في مواجهة التحدي الروسي يمكن أنهم يتحملوا تبعات اقتصادية لتأكيد موقفهم، وأنهم سيصبرون، لأن الموضوع كان يطبق بترتيبات وتصعيدات يطبق فيها نظريات زي نظرية المباريات التي تعني إلى أي مدى يمكن أن تصل، ومن سيجبن أولا أو يضعف أمام القرار.